يعني لو نظرنا مثلا إلى حاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمي، يعني الحقيقة يعني الناس اتعلمت في مصر، كثير منها تعلموا في مصر ويدينوا بالحب والعرفان للجامعات المصرية وللأرض المصرية، فحينما ينظرون بذلك يعني هذا جانب عاطفي أيضا، ولكنه يعني لما الإنسان بيتولى الحكم في بلده سواء كان في الخليج أو في أي دولة بيقدر يطلع على يعني المسائل بشكل أعمق، فبيكتشف ان مصر فعلا دولة لا غنى عنها بالنسبة للمنطقة ككل، وان موقفها السياسية والتاريخية صنعت تغييرا جذريا في المشاهد السياسية في المنطقة، واصبح يعني كل دولة تشعر بالامان حينما تكون مصر في حالة من حالات الاستقرار السياسي والاقتصادي، فيعني الكبير يورثها للصغير يعني على ما اعتقد، وبالتالي الامارات سواء دبي او الشرق او غيره ينظرون الى ذلك. الشيخ سلطان الشيخ زايد الله يرحمه بن سلطان النهيان كانت مواقفه من الستينات من ايام عبد الناصر وحتى السبعينات، ويعني ضخ استثمارات وبتاع، لو سمعناه بنلاقي ان هو يعني بيقدم هذا بحب شديد وليس فقط من تعامل يعني على مستوى سياسي او اقتصادي، وبالتالي يعني اعتقد ان الفتره القادمه هي فتره ترتبط بان يعني مزيد من التركيز على ان النظام المصري يجب ان يظل مستقرا باي صوره من الصور. أمير، في مسألة قد تكون معقدة أو متشابكة نوعا ما، هي تحقيق المصالح المشتركة وفي نفس الوقت تحقيق الصالح الخاص بمصر وأمن الخليج، وربما مصالح تتحقق لمصر وتثير مخاوف خليجية من جانب آخر. أنا بتكلم على العلاقات المصرية الإيرانية على وجه التحديد. النظام الأسبق كان يأتمر بأمر الولايات المتحدة، وكثير كانوا بيرجعوا لذلك التباعد المصري الإيراني. في عهد الإخوان تقارب، وربما يذهب أبعد من ذلك إلى ارتماء في، أو مخاوف كانت من ارتماء في أحضان إيران، ومعروف المخاوف الأمنية من جانب الخليج عندما يحدث تقارب بين دولة ما وبين إيران. هل في مجال الفصل بين العلاقة بين المصالح الخاصة والمصالح المشتركة، بين يمكن أن أحقق مصالح على الصعيد الاقتصادي وفي نفس الوقت أبقي على علاقات سياسية متميزة؟ هل يمكن لهذه المعادلة الصعبة؟ أعتقد نعم، الإجابة من وجهة نظري نعم، لأن لو ضربنا المثال، أنا كنت مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في لندن، وكنت يعني على صلة قريبة من صناعة القرار في بريطانيا، وأستطيع أن أقول لك أن برغم الخلافات المذهبية والدينية في دول الاتحاد الأوروبي عموما بما في ذلك بريطانيا، إلا أنهم تجاوزوا هذه الخلافات المذهبية ونحوها جانبا، وأصبحت القضايا الاقتصادية هي الأكثر أهمية وذات الأولوية بالنسبة لبريطانيا وبالنسبة لدول أوروبا. كيف حدث ذلك؟ المسألة التعليم المواطن الأوروبي كبيرة جدا وفيها اهتمام كبير جدا. حين جاء توني بلير سنة 97 إلى بريطانيا، رفع شعار من ثلاث كلمات هو التعليم التعليم التعليم. كيف ذلك؟ أنه اهتم وضخ استثمارات غير عادية بالنسبة لنظام تعليمي يعني بالفعل هو نظام قوي يعني، ومع ذلك هو اعتبر أن هدفه الأساسي هو التعليم، فحزب العمال كان ينظر إلى ذلك كمثال إلى أنه لن تتطور أو تحقق تطور المنشود أيضا، رغم أنها كانت دولة متطورة ومتقدمة، ولكن لا مجال ولا حدود لطموح الدول الأوروبية في ذلك. نحاول أن نتعلم من تجارب ونماذج هذه الدول في أنه إذا حدث يعني توعية كافية سنستطيع أن نفصل ما بين التعامل بالمصالح مع دولة مثل إيران كما ذكرت حضرتك، وما بين التعامل السياسي والديني وغير ذلك. هل ده يسحب على التعامل مع الملف السوري؟ الموقف المصري معروف وهو معارض لتوجيه ضربة عسكرية إلى سوريا، ربما مع دول أخرى في سيناريو مقبل لعلاقات أكثر تميز بين مصر وبينها، هي تحمل مواقف متباينة بشأن هذا الملف على وجه الخصوص الملف السوري. هل يعني الفصل الواعي بين ملف العلاقات الثنائية وبين ملف تباين في وجهات النظر تجاه ملفات عربية معينة يمكن تحقيق الفصل أيضا عندما تحدث عن الشأن السوري مثلما تحدثنا عن الشأن الإيراني؟ الإجابة نعم أيضا، يعني يمكن تحقيق هذا الفصل إذا يعني تم توجيه الرأي العام المصري ومن خلال التوعية وما شابه، يعني إلى أن مسألة العلاقة السيئة مع نظام حكم لا يعني قطعها كما فعل النظام السابق في عهد الإخوان.
وأن العلاقة مع دولة مثل إيران مثلا والخلافات المذهبية معها لا يعني أيضا قطع العلاقات، وأن الدول لا تتغير بين عام وآخر من الشرق للغرب لمجرد تغيير نظام الحكم، لأن هذا أيضا دي مرحلة وانتهت، يعني مرحلة التغيير بدون ما الناس تكون عارفة أي حاجة، يتغير من الشرق للغرب من كذا لكذا، لا، الأمور لازم أنها تاخد شكل منهجي. يعني أنا علاقتي يعني طبيعة الحال في كل دول العالم، في على ما أعتقد يعني أكيد في مصريين في كل دول العالم، حينما نقطع علاقتنا مع أي دولة في العالم لا يعني أننا نقطع علاقتنا مع الشعب، ولا يعني أن احنا نسحب السفير أو أن احنا نغلق السفارة يعني. وبالتالي المسألة تاخد فترة ممتدة، الخلافات مع النظام الحاكم ده شق من العلاقات، إنما لا تزال المشروعات المشتركة قائمة، لا تزال العلاقات بين الشعوب قائمة، لا تزال الطيران يستمر بين الدول وبعضها يعني. وبالتالي يعني أيا كانت المشكلة يعني موجودة، حتى لو كانت مشكلة حرب، حاكم يحارب شعبه مثل ما يحدث عند بشار الأسد، علاقتنا بسوريا تظل علاقة يعني تاريخية، وعلاقتنا بإيران أيضا لها جذور، يعني لا ننسى طبعا موقف الرئيس السادات مع شاه إيران وما شابه، وأيضا الرئيس السادات نفسه كان بيشير إلى أن شاه إيران ساعد مصر في موضوع البترول ب 73، كان الأسرع، ربما أسرع من بعض الدول الخليجية. صحيح. يعني في مقطع كان يبث للرئيس السادات كان يقول ذلك، يعني أن إيران كانت أسرع من دول الخليج، فإنها غيرت مسار المراكب في قناة السويس من أوروبا لمصر. يعني هذا يعطي انطباع إن إذا قرأنا المشهد بشكل جيد نستطيع أن نفصل، حتى لو تغير حاكم، حتى لو جاء حاكم آخر على غير اتجاهنا، يعني نستطيع أن احنا نستمر حتى على العلاقات الاقتصادية. أخيرا وعلى ضوء هذه المعطيات وبنظرة استشرافية، كيف ترى مستقبل العلاقات المصرية الخليجية في الفترة القريبة القادمة؟ وأنا بطبيعتي متفائل، وأعتقد أن مواقف الدول الخليجية تبعث على هذا التفاؤل وتؤكده. يعني لو نظرنا إلى الدعم الذي قدمته دول الخليج، والذي أعتقد أنها ستفي بوعود قطعتها على أنفسها بأنها ستزيد من هذا الدعم، أعتقد لو استمر هذا الاتجاه هذا أمر جيد. أظن أيضا أنه يجب ألا نركن كما ذكرت من قبل لمسألة الاعتماد على المعونات والمساعدات فقط، بل يجب أن نصنع شراكات مع دول الخليج، شراكات اقتصادية تفيد المصريين كمواطنين وكعاملين، ليس فقط أن ننتظر الدعم القادم. يعني من الأفضل أن المشروعات المشتركة دي يعني تعود بالنفع على الجانبين وعلى الطرفين، بدلا من انتظار المساعدات والدعم من الخارج. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا الأستاذ أمير نبيل نائب مدير تحليل وكالة أنباء الشرق. شكرا. تحية لكم مشاهدينا الكرام، ختم هذه الحلقة، ولقاءات متجددة يومية على شاشة النيل في نفس المواعيد من الخامسة وحتى السادسة مساء. إلى اللقاء.